في وقت لم يتم بعد الإعلان عن الندوة الوطنية للحوار، وبعد أسبوع من طرح المنتدى المدني للتغيير أسماء شخصيات وطنية للاعبي الوسطى في هذه الندوة، يظهر الجدل مرة أخرى حول مدى قبول الطبقة السياسية لهذه الشخصيات بما في ذلك أحزاب معارضة. باش دير حوار لابد يكون حوار عن طريق شخصيات تاع إجماع، ما تقدرش أنت تخير وتقول لي هذو هما الأشخاص اللي يقودوا الحوار، لابد يكون حوار بين كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والسلطة، وحنا مع بعضنا نختار شخصيات توافقية. هذا هو الحوار الجاد. المنتدى المدني للتغيير يرى قائمة الأسماء المعلنة شاملة لكل مستويات المجتمع، ويبقي المجال مفتوحا للانضمام إليها. حنا درنا مقترح، ما قلناش بأن هذه القائمة نهائية ورسمية، الآن ننتظر وكتاش تنزل القائمة الرسمية بتكليف، وأظن بأن قبل ما تنزل أنها فيه مشاورات حتى مع الأحزاب السياسية. فكرنا أنه لازم الشخصيات أولا حيادية، عندها مصداقية، عندها تواصل مع الحراك، نابعة مع الحراك، يقبلها الحراك، وتستطيع أن تتواصل مع السلطة وغير متورطة في الفساد. وبينما يظل الترقب يسود المشهد السياسي حول قبول القائمة المعلنة لعب دور الوساطة في ندوة الحوار، أبدت 10 شخصيات قبولها لعب هذا الدور من بين 13 شخصية مقترحة حسب رئيس المنتدى. أعلننا على 13 اسم، 10 منهم تحصلنا على الموافقة المبدئية وتكلمنا على الشروط إلى آخره، ولحد الساعة ولا واحد يعني استنكر ولا قال ما تصلوش بينا إلى آخره. فيه 3 شخصيات اللي احنا من الواجب الأخلاقي والسياسي قلنا لازم احنا نزكوهم، ولأنهم مزكين من طرف الشعب، ونوضعهم مباشرة كنداء في القائمة، المجاهد أبو حيرد وطالب الإبراهيمي وحمروش. هي محاولات تهدف لحل الانسداد الذي تشهده البلاد، وتبقى الأنظار مشدودة صوب الندوة المرتقبة التي دعت إليها السلطة وما ستفرزه من مخرجات.